هي عشان عامة تعرفوا. المادة بتبقى كيماويات جاهزة، اه واخد بال حضرتك، مفيش حد بيصنعها بإيده، اه ده بيجي جاهز مستورد على كده. فإحنا هنوريهم الطريقة بيتحط إيه على ونوريهم إيه، ونوريهم بيجي منين، ونعرفهم وبيجي بيجي منين. من المدابر، اه مكان بيع الجلود نفسها. يعني ما تروحش تشتري من حتة تاني، ولا تقول لي من باب الشعرية، ولا تقول لي مش عارف منين، من اه وسط البلد فين، هو ما بيجيش المادة دي إلا منين؟ من بتوع الكيماويات بتوع المدابغ نفسها اللي بيصنعوا بيها الجلود نفسها. تمام. لكن هتروح تجيب لي ورنيش بقى يقول لك اصل ده بيعمل في الجلد مش عارف ايه، وده بيظبط الجلد. يعني انا عندي زبون لسه جايب ايه؟ جايب سبريل اللي هو بتاع الدوكو، وعامل بيه الجاكيت في البيت اهو. ده ده معمول جاكيت معمول بدوكو، رش دوكو. برش دوكو. بص عامل ازاي؟ بصوا يا جماعة الجاكيت بقى بص طبعا ده باظ. حاجة صعبة جدا. وبعدين هيعمل ايه؟ ده اه هينشف شوية وايه؟ ويقطم بعد كده. اه ده كده هيقطم، هيقطب بعد كده. بعد كده هيقطم. بص اه الجاكيت، انا هوريهم بقى الجاكيت بيتعمل ازاي والطريقه، واللي اه عايز يعملها في البيت يعملها. تمام. يعني احنا ما بتفرقش معانا ان احنا مثلا اللي نعمل الشغل كله، لا، ممكن انت لو هتقدر تجيب الخامات دي اعملها في البيت، تمام مفيش اي مشكله بالنسبه لك. تمام ورينا بقى يعني بص المواد. اه ده كده اللي بص معمول. كده، احنا ده مش بنحذركم يا جماعه السبريه من اللي الناس هو اللي بتاع هي بترش الدوكو، الجواكب بتاعتها بالسبراي، زي ما انتم شايفين كده، حته لامعه وحته سبريه مش دوك لامعه، اهو. وبعد كده بيكرمش الجلد نفسه. بص عمل ازاي كمان، اه الشكل بتاعه عامل ازاي، بيكرمش الجلد بقى، ف هينشف وبعد كده هيقطم تاني. هينشف وهيقطم صح. ده عشان اه يتعالج لازم بقى ايه، يتعمل بتينر وتعمل فيه حاجات تاني كتير. احنا اه بقى هنوريهم الماده نفسها بنركبها ازاي. يعني احنا مثلا هنقول لهم المقدار، تمام المقدار بتاع الايه تمام دي صبغه سودة، صبغه سوداء. صبغه سودة، اه واخد بال ركزوا معايا يا حضرتك. جماعه، صبغه سوداء هنحط الصبغه مثلا المقدار اهي. بتاعها، حطينا مثلا ربع كوبايه، تمام. نحط عليها الماده التانيه ايه الماده اللي هي التانيه؟ بتخلي الصبغه دي تثبت على الجلد نفسه، تمام ما تدخلش علينا واسمها كده من حد. كوريال. كوريال. نفس القيمه اللي انا حطيتهم من الصبغه احط من ده، اه تمام كده. يبقى الاثنين انا دول حطيت ربع كوبايه وربع كوبايه اه ربع كوباية صبغه صبغة سوداء وربع وربع كوبايه كوباية كوريال. كوريال. اجيب بقى ركزوا يا الميه، جماعة، وهنحط بقى كده عليها عندي نص كوبايه، اه هحط عليها ربع ميه يبقى ربع وربع وربع. بالظبط كده. يبقى الميه اه نص الايه، الصبغه مع الكوريال، تمام عشان الحاجه تطلع ايه، مظبوطه وتمام التمام. تمام ظبطنا كده، ظبطنا نقلب بقى الخلط، شويه نقلبها بقى يا جماعة. اهو، هنقلب باي حاجه، بعصايه باي حاجه، وتمام التمام. نسيبها بقى شويه بتاع ربع ساعه عشان ايه، اه تخلط مع بعضها، تمام التمام. لازم احنا عاملين نسيبها، شويه اهم، احنا عاملين شويه جاهزين اهو، هنشتغل جاهزين بيهم. دول اللي هنشتغل بيهم دلوقتي. اه اللي وهوريهم هما دول. نبتدي ازاي مثلا مع الجاكيت. ادي جاكيت اه نتفرج عليه ده جاكيت. ونشوف كل الحروف البيضه دي، بص يا جماعه الجاكيت ده كل الحروف البيضه دي باهتان اهي كده قشرت، ده جاكيت كده باهتان اهو. قشرت، ايوه واخد بال حضرتك. ايوه كل ده كده قشر، ده مش تقشير جلد زي الجلد الاسكار، ده جلد مش سكاي، ده ده جلد جلد طبيعي. طبيعي التقشير ده لكن مكان القعده، مكان الاحتكاك، اه ده فبيطلع اللون بتاعه. اه الحاجات دي يا جماعه سهل جدا ان انت ترجعها جديده من انا تاني. هفرجهم دلوقتي. اه واحنا هنشوف الجاكيت ده، الجلد ده الجاكيت جديد ده دلوقتي، اهو، احسن بص كل الحروف الناس بتاعته هتاكل وشنا. من السنده في العربيه، اه الحروف بتاعته ايه؟ يعني هنا ما قشرش ابيضت. اهو، اه هنا ما بيضش، اه لكن الحرف ده اللي ايه؟ اللي اللي بيض. بيض مكان الاحتكاك اه عند الجيوب مثلا. اه واخد بال حضرتك؟ طيب اهو الكم من عند الكوع عشان عليه شايفين يا ضغط جماعه. جامد. اه واخد بال حضرتك؟ ايوه كل ده هنرجعه دلوقتي جديد. والكتف كل ده هنرجعه ايه؟ كل ده هنرجعه جديد. جديد. وهنوري الناس الطريقه، لو اه هو هيعمل الحاجه يعملها ازاي في البيت كأن راجل صنايعي بقاله 20 سنه. حلو قوي. تمام؟ تمام انا عايز اعرف نبدأ. انا كمان، عشان انا عندي برضو ايه يعني شويه جواكب كده هنطلعهم من احنا تحت عاملين السرير الفيديو ده تعليم للناس يعملوا ايه؟ لوجه الله. لوجه الله، مش عايزين منهم حاجه. تمام الله ماشي؟ يبارك لك. هنبدأ بإيه؟ بالحروف. كل اه الحروف اللي ايه؟ هنجيب سفنجه. هنجيب السفنجه اهي، اه أي حتة سفنجه، ونبتدي بقى ايه؟ نقلب بس كده ونبدأ في الحرف. اه آخد الحرف من الناحيتين اهو. لازم أبدأ بالحروف. نبدأ بالحروف. لازم الحرف ياخد الصبغه، تمام كده زي ما شايفين الحرف يا جماعه، بياخد يعني اول الصبغه حاجه اه ابدأ بيها هي الحروف. بس الحروف. ابدأ لي بالحروف اه عشان لما تيجي تصبغ الجاكيت كله تكون الحروف تكون نشفت. الحروف ايه، اه نشفت خلصت معاك كلها. تمام كده، كل حرف عندي في حته مبيضه انا بقى ايه، بمشي عليه بس ماشيه واحده،
مش اكتر من كده. مثلا الياء لازم الحرف بتاع الياء، لازم الحرف بتاع الياء برضو. ركزوا يا جماعة في الفيديو ده لأنه مهم جدا. احنا الكلام ده هو التعليم وناس بتاخد فيه سنين عشان تعرفه. والله يعني والله بص الراجل عامل معانا حد واجبه. بيعمل الكلام ده ومفيش حد بيعرف الناس طريقة شغله، بس انا بعمله لله. الناس بتقول لي بتسألني دلوقتي بيقول لي هو ليه الجاكيت بهت بس ما قشرش؟ ما بهت ما قشرش عشان هو جلد طبيعي، لكن لو هو جلد صناعي هيقشر. هيقشر يعني الحاله الوحيده يا جماعه اللي عشان بس للناس اللي بتسالتني دلوقتي على الهوا ليه هو الجلد باهت بس ما قشرش، ان ده جاكيت الجلد بتاعه طبيعي لكن اللي بيطلع منه مش هيقشر. اللي بيطلع منه اللون، بيطلع منه اللون لكن اللون الجلد بس. طبيعي مش هيقشر معاه. لكن السكاي مدى الحياه، السكاي هو اللي هي هوريك انا عايزك مقشرة. عايزك توريني بقى الفرق اللي انت عملته لي بالولاعه ما بين الجلد السكاي والجلد الطبيعي. هنولع لكم في جاكيت دلوقتي يا جماعه عشان تشوفوا الفرق ما بين الجلد الطبيعي والجلد السكاي، عشان لما تيجي تشتري ما يضحكش عليك. دي معلومة مهمة جدا، يعني محمد وريها لي كده بموضوع بيتعمل بالنار، يعني هو بيولع في جاكيت الجلد. هتعرف بقى من الطريقة دي ازاي هو الجلد طبيعي ولا. وبرضه هنأكد على معلومة يعني دايما انا قلتها لناس كتير، والناس اللي انا قلت لهم المعلومة دي استفادوا. ايه هي ان مفيش جاكيت جلد طبيعي بيتباع في محلات ملابس. مفيش جاكيت جلد طبيعي بيتباع في محلات ملابس. ليه بقى؟ عشان بس نبقى عارفين، بس ما نقولش ملابس وخلاص. الملابس ينتمي لها الجاكيت الجلد الاصفر، لكن الطبيعي لا. طبيعي لا، الجلد الطبيعي ما بيتباعش الا في محلات بتاعه جلد طبيعي فقط لا غير. تمام، مش هتلاقيه في اي مكان تاني. طب الجاكيت لو لونه بني، ناس بتسالني لو الجاكيت لونه بني هي هي هيعملوه ازاي؟ نفس الكلام بس هيجيب بني. يعني الجماعه اللي بيسالني عن الجاكيت لو لونه بني، فالالوان دي انت بتتحكم فيها عند الراجل اللي بتشتغل عنده الصبغه. بالظبط كده. يعني هجيب منه البني ما بيجيش لون بني صريح. البني بيجي ثلاث الوان وانت بتركبهم. يعني اللون البني بيجي ثلاث الوان، هافان فاتح وهافان غامق وحاجه اصفر. تمام، واصفر. تمام، وبتبتدي انت تركب الايه الدرجه اللي انت عايزها، بتزود من ده شويه بتنقص من ده شويه. فانت قول للراجل وانت عنده ركب لي، لو انت عايز بني قول له ركب لي اللون البني على بعض. تمام، انا عايزه بني غامق. سواء بقى اللي عنده جاكيت يا جماعه ازرق بني اسود، انت هيجيبوا له تركيب الوان. انت عند الراجل، الناس بتسالني بتقول لي العنوان بتاع المكان اللي بيبيعوا فيه الصبغه دي فين؟ الشيخ محمد قال لنا ان هو في المدابر محمد في الروبيكي. يعني ده احسن ناس هتشتري منهم، مضمونين. ودايما لما تروح تشتري الصبغه ما تشتريش صبغه بلدي. تمام، تشتري صبغه اسباني. صبغه اسباني افضل انواع الصبغه الاسباني. كده احنا برضو ايه بنعمل الحاجات اللي هي الايه المتجرحه، عشان دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنرجع الجاكيت ده ان شاء الله، مش هياخد طبعا معانا 5 دقايق. الناس اللي بتسالني عن السكاي، الفيديو الجاكيت السكاي اللي حله ايه؟ الجاكيت السكاي المقشر حله ايه؟ احنا ممكن يا جماعه بعد ما نخلص اللايف ده، السكاي المقشر احنا برضو عندنا ليه حل. تمام، احنا ممكن بعد ما نخلص اللايف اللي شغال ده يا جماعه هنعرفكم ازاي برضو في لايف تاني ازاي تعالجوا القطع بتاع او التقشير بتاع جواكت الجلد. ومحمد ده الشيخ محمد هوريه لنا عامل دلوقتي حالا. تمام، كده احنا خلصنا من ايه؟ كده احنا يا جماعه يعني ظبطنا الحروف والفواصل، كل الحروف اللي ايه اللي في الجاكيت اللي هي مبيضه ومتجرحه احنا خلصنا كده. هنبتدي بقى ايه نظبط الدنيا كلها. انا عملت الحروف ما خدتش معايا برضو ايه وقت، بس انا بوريهم يعني ببطء عشان ايه عشان يشوف البني ادم ايه اللي قدامي مثلا يستوعب الايه اللي انا بعمله. شيخ محمد احنا بس عايزينك تعلي صوتك شويه لان الناس بتقول الصوت مش واضح قوي. اتفضل. بعد كده بقى انت بتبدا بقى تشد. بنبدا بقى نخش بقى ايه في الشد بقى بتاع الصبغه. اهو مسح برده يا جماعه، يعني ما ايه
ما تغرقش السفنجه صبغه خالص مسح بس. لان هو اصلا الجاكيت حلو مش وحش يعني، هو الجاكيت ما فيهوش تجاريح كتير، هي الحروف بس بتاعته اللي ايه اللي متجرحه. فنبتدي نعمل الجاكيت كده طبعا على ترابيزه بقى في البيت او على اي حاجه. دي طبعا يعني الطريقه دي احنا بنقولها للناس يا جماعه عشان خاطر اللي عنده جاكيت جلد حاطه تحت السرير و يعني جاكيت نظيف وجلد طبيعي، لا ما تركنوش طلعه. بس انا عايز ادي برضو نصيحه للناس اللي بتشيل الجاكيت الجلد، يا ريت ما تشيلش الجاكيت الجلد في شنطه وتكلكعه وتحطه في الدولاب او تحت السرير او في اي حته بتخزن فيها. اللي هيحصل فيه ايه؟ الجلد بتاعه هيتكسر، والجلد الطبيعي لما بيتكسر ما بيتفردش. الجلد الطبيعي يعني لما بيتكسر المشكله بقى فيه لما بيتكسر بياخد الوضع بتاع الايه بتاع التكسيره بتاعته دي، فما بيتفردش. يتغسل ازاي الجاكيت الجلد يعني الجاكيت الجلد ما بايه ما بيتغسلش. هو بيتلمع او بيتسبب لكن ما يتغسلش. لا ما يتغسلش في غساله. لكن البطانه بتاعته مثلا لو انت حاسس ان البطانه بتاعته محتاجه تنظيف، حضرتك بتعمل ايه؟ بتجيب شويه ميه بصابو او بفيري او وبتاخد مسحه كده يعني ما تبلش. بالنسبه لتنظيف البطانه ما تبلش الايه؟ البطانه بتاخدها مسح بس. طب شيخ محمد خد ركب المايك. البطانه لو احنا عايزين نغسلها بنغسلها بحته بقماشه صح؟ بنعمل حته قماشه وندغ فيها مثلا شويه فيري او صافو او اي حاجه مثلا ايه. طيب بعد الشتاء ما بيخلص الناس بتبقى حابه انها تخزن او تشيل الجاكيت الجلد بتاعها اللي هو مكلف بطريقه ما تبوظوش، يتعلق على شماعه ويتحط في الكفر بتاعه ويتعلق في الدولاب، لكن ما يتكلكعش في شنطه ولا اي حاجه. مش يعني عايزين احنا ما يتكلكعش في شنطه كده. لا هو يتعلق على شماعه ويتعلق.